مع اندلاع حالة الفوضى التي شهدتها العديد من الدول العربية مطلع عام 2011، انتقلت تركيا إلى الصدام مع الدول العربية وإشعال الحرائق وافتعال الأزمات في سياسة حاولت انتهاز الفرصة والدفع بأتباعها في بعض الدول كي يتصدروا المشهد وتتمكن من تحقيق مصالحها من خلالهم. في المحصلة، تسببت تلك السياسات في تحول استراتيجية الحزب الحاكم في تركيا من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء. دام هذا الوضع قرابة عقد، استنزف رصيد تركيا لدى الدول العربية وهبطت شعبيتها وأصبحت محملة بعبء الأتباع الذين فروا إليها بعد سقوط مشروعهم ولم تجني في نهاية المطاف أي شيء. لكن هذه الجسور التي حطمتها تركيا مع الدول العربية تحاول الآن إعادة بنائها من جديد بمبادرات منها تحمل في طياتها التراجع عن السياسة القديمة والإقرار بفشلها. Her zaman yani kalıcı düşmanlık, kalıcı dostluk da yoktur. Eğer bir ülke ilişkileri normalleştirmek istiyorsa, o ülkeyle geçmişte şu yaşandı, bu yaşandı, ilişkileri normalleştiremeyiz anlayışı dayandı. كان الاقتصاد هو السبب الرئيسي لإعادة التواصل خصوصا مع دول الخليج ومصر. فالاقتصاد التركي يعاني من أزمات كبيرة. فالتضخم تجاوز 73%، وهو الأعلى منذ عام 1998، فيما واصلت الليرة تراجعها بعد أن فقدت 55% من قيمتها في عام 2021. خسرت أيضا نحو 23% بحلول منتصف عام 2022، مسجلة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. تلك الأرقام تشير إلى عودة تركيا إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي التي شهدت ارتفاع التضخم وتراكم الدين الخارجي وزيادة عجز الحساب الجاري، الأمر الذي انتهى إلى إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تركيا عام 2001. ونجح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في تحسين الأوضاع بعد وصوله إلى السلطة عام 2002، إلا أن دورة التراجع في مؤشرات الاقتصاد المختلفة عادت بقوة في عام 2018 الذي شهد فقد الليرة التركية 40% من قيمتها، لتبدأ بعدها سلسلة من الأزمات التي لم تنتهي بعد. يحتاج أردوغان إذن لمعالجة ملف الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023، والتي ترشح لها أردوغان، ويخشى أن الاقتصاد الذي كان سببا في صعود حزبه للسلطة يكون سببا في خروجه منها. ورغم عثرات الاقتصاد التركي، إلا أنه يحمل فرصا يمكن اقتناصها، وتظل تركيا شريكا تجاريا هاما للدول العربية، خصوصا وأنه شهد نموا بأكثر من 7% خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعا بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة. بل ولعل تراجع الليرة يكون سببا في اقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية في تركيا، ولعل هذا ما تسعى الدول العربية لتحقيقه. فخلال زيارته للإمارات وقع 13 اتفاقا في قطاعات منها التجارة والصناعة والصحة والنقل البري والبحري. وتدرك كل من أنقرة وأبو ظبي أهمية العلاقات الاقتصادية بينهما، فالإمارات محور يصل بين الشرق والغرب وبوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، فيما تشكل تركيا سوقا مهمة للمنتجات والصادرات الإماراتية ونافذة لوصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية والأسيوية. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. أما التبادل التجاري بين السعودية وتركيا فكان يميل في أغلبه لصالح الرياض، بالتالي المملكة مستفيدة من عودة العلاقات الاقتصادية مع أنقرة. أما مصر فتسعى تركيا لمد الجسور معها، وعينها أيضا على ملف الاقتصاد، خصوصا أن مصر أصبحت مركزا لتجارة وتداول الغاز في المنطقة، وأصبحت موردا رئيسا للغاز الطبيعي المسال لتركيا. علاقات تقوم على مبدأ الربح للجميع، ولا شك أن الدول العربية في موقف أقوى سياسيا واقتصاديا، وتبدو تحالفاتها أوثق من أي وقت مضى،
بما يسمح لها بفرض علاقات متوازنة تقوم على التعاون لا الصراع. ويدرك أردوغان أن الصراع مع هذه الدول كلفه الكثير.